باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد من برنامجنا دفعيات. هذا البرنامج اللي بنشرح فيه الكتاب المقدس والعقيده المسيحيه باسلوب لاهوتي كتابي ابائي علمي اكاديمي موثق. بنرد فيه على كل الشبهات الوهميه او الشبهات ذات الغرض او الشبهات اللي بيقدمها بعض الناس بسرعه وبدون فهم لبقيه الكتاب المقدس اي بجهل، لمجرد انهم عاوزين يشككوا في الكتاب المقدس. هذه الشبهات بنرد عليها بالوثيقه والدليل والبرهان. النهارده بنعمه المسيح هنبتدي الحلقه رقم 25 في موضوعنا المسيحي والالحاد. تكلمنا في الحلقات السابقة وبكرر الموضوع ده كتير عشان يثبت عندنا علميا ومنطقيا وفلسفيا. يعني ايه علميا ومنطقيا وفلسفيا؟ علميا، هل العلم يؤكد حقيقة وجود الله وان الله هو الخالق؟ فلسفيا، هل الفلسفة بتأكد وجود الله وبتأكد ان الله خالق؟ وإيمانيا بطبيعة الحال ومنطقيا، والمنطق، هل المنطق يأكد على وجود خالق للكون وأن الكون مخلوق؟ الثلاثة دول مع بعض، العلم والفلسفة والمنطق، بناخدهم في رزمة واحدة، في حزمة واحدة. فالكتاب بيقول في البدء خلق الله السماوات، وكلمة خلق الله السماوات احنا عندنا عشان الامر الموضوع المسؤول الموضوع يبقى واضح. سليمان الحكيم وهو بيفتتح الهيكل بخاطب الله وقال له اذا كانت سماء وسماء السماوات لا تسعك، يعني يا رب السماء وسماء السماوات لا تسعك. اذا في عندنا سماوات، هذه السماوات، والسماء في اللغة العربية أو في قاموس اللغة العربية كل ما علا وارتفع، أي فيه مساحات كونية رهيبة. عشان كده في المزمور 19 يقول المرنم إيه بالروح القدس؟ السماوات تحدث بمجد الله. فالسماوات هنا جمع، ما يقصدش بها السماوات اللي فيها القديسين وبس أو اللي فيها الله والأرواح كائنات روحية زي الملائكة والقديسين وبس، لا، تبقى السماوات تحدث بمجد الله والفلك. الفلك معروف، علم الفلك، الفلك، الأفلاك اللي هي الكواكب والنجوم والمجرات وبقية ما هو موجود في الكون. ولا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يعني بيأكد لي ان هذا الكون خلق الله بمجده بيده. وقلنا في الحلقات اللي فاتت ان اكتر نظرية باتت حقيقة واصبحت حقيقة بالنسبة لعدد رهيب من العلماء هي نظرية الانفجار الكبير اللي بتقول ان الكون نشأ من نقطة، من جرم او من خلية صغيرة كانت فيها طاقة هائلة جدا فتكون الكون. وركزنا على نقطة جوهرية، ان الكون لما انفجر او لما حدث البينج بانج او الانفجار الكبير بدأ يحصل توسع في الكون، يعني النقطة كده صغيرة بدأ يحصل توسع 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 توسع. ليه؟ لان الحاجة اللي انفجرت فضلت تتمدد 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 بسرعة معينة لحد ما وصلت الوضع اللي هي موجود عليه الكون حاليا، ومستمرة في التوسع ومستمرة في التوسع. مع هذا التوسع فيه توازن رهيب في الكون. يعني ايه توازن؟ احنا عارفين وبداهة معروف ان اي انفجار لا يخلف وراءه الا الفوضى والعشوائية. زي ما قلت قبل كده
لما جم جماعة داعش فجروا بعض المساجد والكنائس اللي فجروها، المسجد أو الكنيسة بيقع بكل ما فيه مع الدمار، بيقع على الأرض، لا تقدر تفصل الحديد أو لا جمعت الحديد مع بعضه ولا الزلط مع بعضه ولا الرمل مع بعضه ولا أدوات الكهرباء مع الكهرباء مع بعضها ولا البياض لوحده، لا كله أصبح دمار وفوضى. استحالة إن هذا الانفجار يخلف شيء منظم، لكن الانفجار الكوني اللي حصل هو البيج بانج أو الانفجار الكبير خلف كون منظم تنظيم شديد. هذا الكون المنظم تنظيم شديد زي ما قلت أو زي ما قلنا قبل كده إن كان فيه الغازات الهيدروجين والهيليوم وغيرها، لما انفجر بدأ يتمدد، بدأت تتكون المادة، بدأت تتكون بعض الشهب والنيازك، تكون منها مجموعة النجوم، النجوم تكون مجرات، المجرات تكون عناقيد مجرية، والعناقيد تكون عناقيد أكبر، وإن في الكون حوالي 300 مليار مجرة، وكل مجرة داخلها حوالي 300 مليار نجم، وفي نجوم حواليها مجموعة من الكواكب زي الشمس بتاعتنا، حواليها مجموعة من الكواكب اللي بتلف حواليها، ونلاقي هنا النظام ماشي كالآتي، إن بعد ما ده حصل على مدى حوالي 14 مليار سنة ضوئية، نلاقي النظام في الكون دلوقتي كالآتي، إن الأرض كان بيتبعها قمر، وفي كواكب أخرى بيتبعها أكتر من قمر، بتلف في مدار معين، هذا المدار المعين بتلف فيه حول الأرض بيربطها فيه ربطتين، جاذبية الأرض اللي بتجذبها ليها، ولو الجاذبية لوحديها هتنجذب الأرض وتنزل على الشمس وتحط على الأرض، تنجذب القمر آسف تنزل على الأرض وتحطم جزء كبير من الأرض، لكن مقابل ده ربنا عم ودافعها بقوة دفع معينة، فسرعة قوة الدفع بتاعتها مع الجاذبية مخلي دورانها ثابت، يعني هي الأرض كده والقمر كده، القمر بتلف حول الأرض كده، بيحكم الاتنين إيه؟ جاذبية الأرض للقمر وسرعة دفعة القمر، فمخليها بتلف في مدار ثابت. بنفس الطريقة الأرض بتلف في دوران مدار ثابت حوالين الشمس اللي هي النجم بتاعها، الشمس كنجم بيلف في دوران ثابت حوالين المجرة، المجرة بتلف في دوران ثابت حوالين العنقود بتاعها. المهم بالظبط كده زي ما قلت قبل كده، مكنة فيها مجموعة من التروس، ده بيسلم ده وده بيسلم ده وده بيسلم ده عشان في النهاية تنتج شيء معين. هل يمكن أن تكون هذه المكنة أو الماكينة وجدت بالمصادفة العشوائية؟ هل ممكن أن يكون الكون قد وجد بالمصادفة والعشوائية؟ عشان كده العلماء، وده اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت وهكمل الحلقه اللي فاتت وهكمل الحلقه دي، العلماء مالهم؟ العلماء ما زالوا او توصلوا، سواء كانوا مؤمنين بالاديان معظمهم مسيحيين او خرجوا عن الاديان والحدوا لفتره ثم عادوا، أو أصبحوا لا دينيين بمعنى يؤمنون بوجود إله لكن لا يؤمنون بدين معين، يكتفوا أنه مش ممكن الكون بهذه الدقة وهذا التنظيم المذهل يكون موجود بدون قوة عاقلة ذكية جدا غير محدودة هي اللي نظمته بهذه الدقة، هي اللي نظمته بهذه الدقة، وأن الكون بيتمدد بسرعة لو قلت أقل من جزء ضئيل جدا من الفنتو ثانية هيتدمر، احسن ان كمان شو يتدمر، ولو زادت بنفس النسبه هيتفرط عقد الكون وهيتشتت وهيتلاشى في الفضاء اللانهائي وما مش هيبقى فيه اي نوع من الحياه. تعالوا نشوف الفيلم ده اللي هو روعه التوازن في الانفجار، تعالوا نشوف الفيلم مع بعض.
كما رأينا من قبل، فإن الكون الرائع الذي نعيش فيه ظهر نتيجة انفجار كبير كان منشأه نقطة واحدة قبل 15 مليار سنة تقريبا، ثم وصل إلى وضعه الحالي بالتوسع. فالفضاء والمجرات والكواكب، السيارة والشمس والأرض، وباختصار الأجرام السماوية كلها أحدثت نتيجة هذا الانفجار. إلا أن هناك سرا كبيرا، فالانفجار الكبير انفجار هائل يحتوي على مواد الكون كلها. ولو كان هذا الانفجار مصادفة لتبعثرت المواد المتشكلة عقبة في الكون، إلا أنه لم يحصل ذلك. إن المواد المتبعثرة في الفضاء بواسطة الانفجار الكبير كونت المجرات والنجوم، ووضعت النجوم في مواقع معينة ووفق مخطط مدروس، وكنتيجة لذلك ظهر كون مصمم ومنظم إلى أقصى درجات. وهذا ما حير العلماء إلى درجة الدهشة. فجميع الانفجارات المعروفة تفسد النظام الموجود وتشتت وتهدم، وليس وراء كل انفجار إلا خراب ودمار. ولذلك ليس من الممكن تفسير تكون نظام قائم على توازن دقيق جدا بعد انفجار هائل كالانفجار الكبير إلا بالمعجزة. يقول الفيزيائي الفلكي ألان ساندج عن هذه الحقيقة: أعتقد باستحالة حدوث نظام كهذا من الفوضى، والوجود الإلهي فقط هو تفسير لمعجزة وجوده. وفي الحقيقة فإن تجمع الذرات بأتم تناسق إثر هذا الانفجار، ثم تشكل كون رائع بمليارات المجرات وتريليونات النجوم والأجرام، وهذا التوازن التام بين أجرامه والتخطيط الدقيق الذي يميزه يعد معجزة كبيرة. وصانع هذه المعجزة هو الله تعالى العليم القدير، وقد بين ذلك في كتابه الكريم فقال: زي ما شفنا هذا المشهد اللي هو طبعا بيورينا الدقة المذهلة في الكون، الدقة المذهلة في الكون. هذه الدقة المذهلة في تكوين الكون بتورينا ان الكون استحالة ان يكون قد وجد بدون موجد، بدون وجود الله. استحالة ان الكون يكون قد وجد بدون موجد او بدون وجود الله نفسه. الكون منظم تنظيم دقيق جدا 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 ورهيب جدا جدا جدا. لما بيقول المرنم: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، أنا عندي هنا تعبيرين مكملين لبعض. ما معنى تعبير السماوات تحدث بمجد الله؟ يعني ايه تحدث بمجد الله؟ احنا شفنا في الفيلم اللي عرض دلوقتي، ازاي
حدث هذا الكون أو هذه أو حدثت هذه المعجزة وتكون هذا الكون. وشفنا الطيارة اللي انفجرت وبقت أشلاء تشتتت بيت في كل مكان والبيوت اللي اتدمرت، واللي احنا كل اللي شفناه بيدل على حاجة واحدة، إن الانفجار ما بيخلفش غير الخراب والدمار والفوضى والعشوائية واللا تكون. الخراب والدمار والعشوائية والفوضى واللا تكون. شفنا منظر الطيارة وهي بتتدمر. الطيارة دي خدت شغل في المصنع اللي هي كانت بتعمل فيه ربما يزيد عن سنة، وكل جزء منها صنع على حدة نتيجة تصميم عدد ضخم من المهندسين. بعد كده تركبت في بعضها، لما جه الدمار حولها إلى قطع وأشلاء حتت، زي ما شفنا دمار ما بعده دمار، فوضى لا تكون، عشوائية، مش حاجة عدلة. لكن الانفجار الكوني على العكس ده، عشان كده بقول السماوات تحدث بمجد الله. ازاي؟ داود النبي في ايامه ما كانش فيه ابخرة مصانع ولا الحاجات الحديثة اللي من دول زي غاز الفريون وابخرة المصانع وغيره وغيره من الامور اللي بدأت تحجب علينا النجوم اللي الظاهرة لينا. كان متعته في الجبال، رفعت عيناه الى الجبال. وكراعي كان بيرعى غنمه بين الجبال، فكان بيطلع فوق في الليل بيشوف بقى الكون زي ما يكون بمنظار، بس طبعا مش زي المنظار، بيشوف كم رهيب من النجوم. بالروح القدس اللي فيه زي ما قال داود النبي، روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. بالروح القدس اللي في داود النبي اتكلم، فقال السماوات تحدث بمجد الله. فبص كده ازاي كل هذا الكون يتوجد، هو لاحظه بالروح القدس كيف يوجد هذا الكون بهذا النظام الدقيق. لما نخش بالمنظار بقى احنا دلوقتي وبسفن الفضاء وبالمحطات الفضائية والتصوير الحديث جدا جدا ونكتشف أكتر، هنقول زي ما قال أحد العلماء، أحد العلماء للأسف مش فاكر اسمه، هو اسمه موجود في كتاب إله الإلحاد المعاصر، وهو بيستلم جائزة نوبل في العلوم، وكان تخصصه في فيزياء أو الفيزياء الفلكية أو في فيزياء الفلك، يعني بيدرس فيزياء الفلك الكواكب والمجرات والنجوم. حسب العادة لما واحد بيستلم جائزة نوبل بيقولوا له قول كلمة، فهو ما قالش غير جملة واحدة بس، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يده. هذا الرجل، هذا العالم الفيزياء الفلك اللي وصل في أبحاثه أنه حصل على جائزة نوبل في العلوم، لم يجد امامه ما يعلق به سوى عباره السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يده. احنا ممكن نقراها في الانجيل، اسف نقراها في الكتاب المقدس في المزامير وما ناخدش بالنا منها او ما نركزش عليها. لكن لو ركزنا عليها علميا هنلاقي الوضع اختلف. واحد يقول لي ده تقصد اعجاز في الكتاب المقدس، اقول له لا، نحن لا نقول بإعجاز الكتاب المقدس، الكتاب المقدس كتاب دين. لكن في نقطة مهمة لازم نحطها في الاعتبار، هذا الكتاب كتبه بشر متأثرين بعصورهم وبيئاتهم وحضارتهم اللي كانوا عايشين فيها، لكن كانوا مسوقين من الروح القدس، تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، فلانهم مسوقين من الروح القدس، فالروح القدس كان بيحفظهم من الخطأ والزلل، وبالتالي ما يقدرش يقول تعبير
بيمثل الوثنيين في بيته عن الكون ونظريات الكون الشائعة وقتها، بدليل قصة الخليقة نفسها نلاقي فيه شبهها في كل القبائل والدول عندهم قصة آدم. من القبائل البدائية المتحضرة جدا في وسط أفريقيا، في الإسكيمو عند الهنود الحمر في أمريكا، في آسيا، في أوروبا، عندهم نفس التراث. لكن لما نيجي نقرأ، وطبعا عند البابليين عندهم أسطورة جلجامش أو ملحمة جلجامش، وبعض الملاحم اللي بتروي قصة الخلق بدرجة قريبة نسبيا من ما ذكره موسى النبي في سفر التكوين. لكن ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق بين ده وده حاجتين. رقم واحد، ان كل هذه الاساطير تتكلم عن عدد من الآلهة وعن مغامرات خرافية خيالية وعن فكر خرافي سطحي اسطوري. اما الرواية في الكتاب المقدس فتتكلم ببساطة تلقائية، هي بساطة تلقائية الروح الكاتب المعصوم الموحى ليه، الموحى ليه والمعصوم بالروح القدس وقت الكتابة. مش كده؟ لا خالية، في البدء خلق الله السماوات والأرض. واحد يقول لي طب ما كلمة الله هنا إلهيم ممكن تستخدم جمع، لكن يقول لي برشيت برأة، برشيت برأة، برشيت البدء، برأة فاعل مفرد، يبقى يقصد الله مش آلهة. برشيت برأة هشيميم أتها أرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض. فنلاقي الفعل هنا مفرد. بعد كده نفس سفر التكوين يقول عن هذا الكائن اللي هو إلهيم يديله لقب يهوى، ولما قال لموسى أنا أكون الذي أكون، الكائن الذي يكون، يعني الكائن اللي لازم يكون عشان الكون يكون موجود، الكائن اللي لازم يكون عشان الكون يكون، عشان الكون يكون موجود، علة وسبب هذا الوجود، علة وسبب هذا الوجود. فلما داود النبي قال للسموات تحدث بمجد الله، هو شايف الكون، شايفه بالروح القدس، زي ما قال بولس الرسول بعد كده حسنا كلم الروح القدس ابائنا باشعياء النبي. اذا الروح القدس كان بيكلم الاباء العهد القديم بالروح القدس عن طريق الانبياء، بالتالي اتكلم عن طريق داود. داود النبي بيقول روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. فلما يقول السموات تحدث بمجد الله، هو شايف العظمة، شايف كم هذه النجوم واللي بتشكل مجرتنا درب التبانة أو درب اللبانة بعينه المجردة، هو شايف. قلت طبعا ساعتها ما كانش في غاز الفريون، ما كانش في غازات عادم السيارات، عدم المصانع، الحاجات الحديثة اللي هي لوثت الجو دلوقتي، ليه لوثت الجو؟ ما كانتش موجودة، فكان الجو صافي. أنا فاكر لما كنا في الصعيد وأنا صغير فيما بين سنة 50 و 61 قبل ما ننتقل إلى القاهرة، كنا في الغيط النهار بنشوف النجوم او فوق سطح البيت صافيه جدا جدا، مفيش في المناطق دي هناك في الصعيد، مفيش مصانع، مفيش عربيات كتيره كانت وقتها على الاقل، بالتالي كان الجو صافي جدا، فكنت تشوفها كم رهيب جدا، فتحس بالعظمه، ازاي هذه النجوم ثابته بهذا الوضع؟ ازاي هذه النجوم ثابته بهذا الوضع؟ لان بيحكمها قانون او قانونين، قانون الجاذبيه وقانون قوه الدفع. قانون الجاذبيه اللي بيجذب القمر للارض والارض للشمس والشمس للمجره والمجره للعنقود والعنقود للعنقود الاكبر، كله مترابط ببعضه بجاذبيه،
لكن مش كله ماشي بسرعه معينه وبيدور بسرعه معينه، لان فيه الناحيه الثانيه قوه الدفع الخاصه، قوه الدفع الخاصه بالارض، قوه الدفع الخاصه بالقمر قبلها، قوه الدفع الخاصه بالشمس، قوه الدفع الخاصه بالمجره. شيء ماشي دقيق رهيب جدا جدا جدا، لا مثيل له الا لما نشوف ماكينة ضخمة في مصنع ضخم شغال بتروس، ده بيوصل لده وده بيوصل لده وده بيوصل لده، في دقة متناهية. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يعني ايه الفلك يخبر بعمل يديه؟ يعني الفلك برينا ان هذه هي خليقة الله، او انظروا كيف خلق الله الكون بهذه الدقة المتناهية والتوازن المتناهي المذهل. ازاي الله عمل ده كله؟ في الانجيل القديس يوحنا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان الله، وكان الكلمة عند الله، هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وكلمة كان هنا جنيته يعني صار في اليوناني، كل شيء به كان أو تكون أو صار أو خلق، كل شيء به كون، كل شيء به صار، كل شيء به خلق، وبغيره لم يكن شيء مما كان مما كون مما صار مما خلق. إذن أنا عندي هنا فيصلين في الآية، في البدء كان، والبدء هنا في اللغة اليونانية يقول إن أرشي إن، إن هنا اللي هو فعل الكينونة يكون أو كان، الماضي التام الناقص. يعني إيه الماضي التام الناقص؟ يعني الذي لا يعرف له بداية. الماضي التام إن أرشي إن، في البدء كان، إن أرش إن هولوجوس الكلمة، في البدء كان الكلمة، فهنا إن كان في زمن لا يعرف بدايته، يعني بلا بداية. كاي هولوجوس، هولوجوس هو الكلمة، إن برضو تاني، وهكذا يكمل. أرش إن هولوجوس، كاي هولوجوس، إن روستون سيئون. بعد كده يقول لي ايه؟ كل شيء به، بمين؟ بالكلمة، كلمة الله اللي كان في البدء في ذات الله، كلمة الله الخالق. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، ده في البداية قبل الخلق. كل شيء به كان، وكلمة كان هنا باليونانية إجنيتو، من الفعل إجنيتو، أي صار أو تكون أو خلق. كل شيء به صار، كل شيء به تكون، كل شيء به وجد، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهو اللي أوجد كل الموجودات، هو اللي أوجد كل الموجودات. في كولوسي يقول ايه؟ الذي هو قبل، بيتكلم عن الكلمة أو صورة الله اللي هو المسيح، الذي هو قبل كل شيء، الذي فيه يقوم الكل، آسف، الذي فيه يقوم الكل، ما يرى وما لا يرى، يعني المخلوقات المرئية وغير المرئية. المرئية اللي بنشوفها بعينينا أو من خلال الميكرو التلسكوبات أو الميكروسكوبات، الأشياء الدقيقة اللي بنشوفها بالميكروسكوبات، أو الأشياء الهائلة في الكون اللي بنشوفها من خلال التلسكوبات. وما لا يرى برضو من هذه الأشياء اللي لسه ما توصلت الناس اللي شفناها لرؤيتها ومعرفتها، والعالم الروحي ما لا يرى، سواء كان سيادات أم رياسات أم عرش أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. كلام واضح ومباشر وصريح جدا جدا، ان الله بكلماته
كان موجود قبل الكون وخلق الكون، كان موجود قبل الكون وخلق الكون، كان موجود قبل الكون وخلق الكون. المرنم يقول لنا ايه؟ بكلمة الرب خلقت السماوات وبنسبت في كل جنودها. بكلمة الرب خلقت السماوات وبنسمت فيه كل جنودها. السؤال هنا قبل ما ننتقل لمرحلة تانية، السؤال هنا، هل هذه الآيات تتناقض مع العلم؟ مستحيل. هتقول لي يعني موسى النبي وداود النبي وبولس الرسول والقديس يوحنا لما كتبوا هذه الآيات بالروح القدس أو هذه النصوص بالروح القدس كانوا عارفين المعلومات دي؟ أقول لك بحسب بيئتهم وعصرهم لا، بل بالعكس كان عندهم أفكار تانية ونظريات تانية، عندهم أفكار تانية ونظريات تانية مختلفة تماما. ايه النظريات التانية المختلفة تماما؟ افكار دخل فيها الاساطير، تعدد الالهة، كلها بتقول ان الارض هي اساس الكون وان النجوم دي ما هي الا مصابيح بتنير على هذه الارض. جايز، لكن النقطة الجوهرية الالهة المتعددة مستحيل، كما صبيح بتنين على هذا الارض على هذه الارض جايز، لان لسه العلم هيدرس ولم يجد حياه حتى الان على اي مكان في اي مكان اخر في الكون الا على الارض، فهيدرس العلم هيدرس ويشوف، ولانه هيدرس وهيشوف هننتظر. لكن سؤال مره ثانيه، هل موسى النبي، داود المرنم، داود النبي المرنم، قديس يوحنا، قديس بولس الذين تكلموا بالروح القدس، هل كانوا يعرفوا هذه المعلومات؟ لكم من الناحية العلمية لا، دول كانوا أولاد ناس، أولاد بيئتهم وعصرهم والحياة اللي هم عايشين، لكن لأن الروح القدس هو اللي بيتكلم على لسانهم وعاصمهم فبيديهم المعلومة بشكل حقيقتها دون الدخول في تفاصيل علمية. زي ما قال أحدهم، الكتاب المقدس يرينا أن الله خلق الكون، والعلم يرينا كيف خلق الكون، فالاثنين مكملين لبعض، الكتاب المقدس والعلم. الله يرينا أو يعلن لنا أن الله هو خالق الكون أو أن الكون قد خلق بواسطة الله. الكتاب المقدس بيعلن لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض. والعلم بيقول لنا كيف خلقت السماوات والأرض. طيب، الأنبياء دول أو الرسل دول أو التلاميذ دول فين بالظبط؟ في مرحلة النص، اللي هي مرحلة الإعلان دون التأثر ببيئاتهم ودون خلفية، ان يكون لهم خلفية بالعلم، لكن الايات اللي قالوها والنصوص اللي قالوها قالوها بشكل سليم جدا جدا جدا، لا يتناقض مع العلم بل يؤكده العلم. وبكرر مرة تانية، هذا ليس اعجاز علمي للكتاب المقدس، ولا نوافق على هذا الاسلوب في لوي الايات، انما بنأكد على حقيقة جوهرية. إذا كان النبي بيتكلم بالروح القدس فالروح القدس هو روح الله، ولا يمكن لروح الله أن يخطئ في خلقته. يعني أنا مثلا مش ممكن أخطأ في واحد ولا واحد أو واحدة من ولادي، ولا في المدام بتاعتي ممكن أتلخبط فيها وسط مجموعة من الستات، مش ممكن، فما غلطش. لو جابوا لي ولادي وبناتي في وسط عدد ضخم، مليون واحد زيهم، هطلعهم من وسطهم انهم ولادي عارفهم،
طلعهم. ده لو جابوا لي ولادي في الكنيسة وعددهم كبير وضخم برضه هطلعهم، ما كانش بالاسم بالشكل. فمش ممكن الانسان يخطئ في اللي ليه. فالروح القدس ده يمكن ان يخطئ في عمل يديه، لان بيكلم الرب خلق السماوات وبنسمت فيه، او زي ما قال المزمور ايضا ترسل روحك فتخلق فتجدد وجه الارض. فالله بيخلق بكلمته وبيقدس بروحه القدوس. فالروح القدس مش ممكن كروح الله هيخلق يخطئ في خلقته. عشان كده هؤلاء التلاميذ الانبياء والتلاميذ الاثنين، هؤلاء الانبياء والتلاميذ الاثنين الاثنين كانوا بيكتبوا دون ان يتاثروا ببيئتهم بشكل مباشر، في نفس الوقت لم يكن لديهم اي خلفيه علميه ولا بالمكتشفات العلميه، لكن كتبوا حقائق بشكل بسيط يتناسب ما مع بيئتهم والبيئه اللي قبل بيئتهم، او مع عصرهم والعصر اللي قبل عصرهم والعصور اللي بعد عصرهم والعصور بتاعتنا والعصور اللي جايه. هي دي ميزه ان الكتاب المقدس هو كلمه الله. دي ميزه ان الكتاب المقدس هو كلمه الله. فداود النبي لما للسموات تحدث بمجد الله، مجد الله في خلقته، خلقته بتسبحه. يعني ايه بتسبحه؟ مش بمعنى الجماد بيسبحه، لان الجماد لا عقل له ولا روح، فمش يعني، لكن في نظامه، يمجده في نظامه، يمجده في دقته، يمجده في دقة توازنه. احنا لما نشوف هذه الدقة زي ما قلت، نبتديها بالارض. القمر بيلف بنظام معين ثابت حوالين الارض، الارض بتلف بنظام معين ثابت حوالين الشمس، الشمس بتدور في مدار ثابت داخل المجره بتاعتها، المجره بتدور في مدار ثابت داخل العنقود بتاعها، وهكذا. هذه الدقه وان الكون بيتمدد بسرعه محافظة على وجوده وتوازنه دون أن يتحطم. لا سرعة قليلة فتخليها نكمش ويتدمر، ولا سرعة أكبر، يعني مش وبعدين مش أكبر بكتير، ولا ده بأقل من جزء من الفنتو ثانية. لو أقل بجزء من الفنتو ثانية أو أكبر بجزء من الفنتو ثانية هيتحطم الكون وهيتدمر. هيتحطم الكون وهيتدمر. كده مول السموات تحدث بمجد الله في نظامها، في دقة الكون، في روعته، في دقة هذه السموات، في روعة نظامها، في دقة نظامها. والفلك يخبر بعمل يديه. الفلك في نظامه الدقيق هذا كلنا، ده عمل الله. يعني ايه عمل الله؟ زي ما شفنا، وفي كم كبير لعلماء كتير انا ما اتكلمتش فيه، لان ده محتاج وقت اكبر، لكن الماده يدمن على اللابتوب. انا لو اتكلمت فيه محتاج وقت كبير. فالفلك يخبر بعمل يديه. الفلك بيقول لنا ان مش ممكن هذا الكون بهذه الدقه المذهله والتوازن الرهيب الدقيق جدا جدا، زي ما قال العلماء مش ممكن يكون إلا وقد صنعه كائن عاقل ذكي جدا لا حد لذكائه ولا لقدرته. ذكائه لا نهائي، لا بداية له ولا نهاية، قدرته لا نهائية لا بداية له ولا نهاية، بالتالي هو كائن لا نهائي لا بداية له ولا نهاية. نظم هذا الكون بهذه الدقة المذهلة. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. نختم هذه الحلقة بفيلم صغير بعنوان روعة التوازن. أعتقد مدته 3 دقايق. روعة التوازن، لا آسف، روعة التوازن احنا عرضناه.
الدقائق الثلاثة الأولى بعد ميلاد الكون. آسف. تعالوا دلوقتي. وعشان كده الأرقام دي بتقول إن نظريات الكيمياء كلها تفشل أمام بعد ما شفنا الجزء ده او غالبية اليوتيوب اللي قصدناه، يا ريت المخرج يخليه بدون صوت ويكمله معانا. كملوا بعد بدون صوت وانا بتكلم. فلك يخبر بعمل يده. طبعا دي حلقتنا الأخيرة في التسجيل بنعمة المسيح. هنبتدي إن شاء الله من يوم الثلاثاء الأول
من شهر أكتوبر شهر 10 على الهواء مباشرة من الساعة 9 إلى 10 مساء. هنبقى على الهواء مباشرة، هنقدم الحلقة على الهواء، وهيبقى التليفونات مفتوحة عشان ناخد فيها الأسئلة بتاعتكم ونرد عليكم بشكل مباشر. وبنرحب في هذه الأسئلة بكل الناس، سواء كانوا مؤمنين أو ملحدين أو أي من يريد أن يقدم استفسار، لكن في نفس الموضوع، ما يجينيش واحد دخلني في حتة تانية خالص. ليه؟ لأن الموضوع مخصص للحياة. لكن حلقة أخرى ستذاع الاثنين أو الأربع، هتكون مسجلة عن رد على ما يتهم به الكتاب المقدس أو على الشبهات الموجهة للكتاب المقدس. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة مهابة عطية الروح القدس لتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم. تصبحوا على خير، تصبحوا على نور المسيح.